أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج عبر الخط الأخضر. في هذه الحلقة كما في الحلقة السابقة سنتناول أهم القضايا التي تتعلق بالفلسطينيين في الداخل. أسماء، أنت كنت موجودة في يافا وشفت الصيادين، شو وضع ميناء يافا؟ ميناء يافا الذي كان بوابة فلسطين على العالم يشهد اليوم حصارا خانقا يطال صياديه الذين يعودون إلى بيوتهم وشباكهم فارغة بسبب ما يتعرضون إليه من تضييق وخناق. هذا البحر اليافي اللامتناهي لا يمكن أن تصدق أنه يبقي شباك صياديه فارغة. لم تتوقف السلطات الإسرائيلية عن بناء العقبات أمام الصيادين وخاصة الفلسطينيين منهم، وعقبات أخرى أمام السمك الذي لا يصل إلى مينائهم. بهذاك الوقت كان الصيادة كانوا قلال قبل كل شيء، والصيد كان منيح. ثاني إشي كانت المراكب الكبيرة اللي هي تابعة لشركات إسرائيلية اللي هن بيقولوا لهم مخمورتان، بيقولوا لهم سفن كبيرة، كانوا يشتغلوا بالغرب كلهم، ما كانوش يجوا على الأرض اللي إحنا بنشتغل فيها. طبعا كان في حرب بالسبعة وستين، من بعد السبعة وستين تراجعوا وجابوهم لهون. من وقتها صرنا نحس شوية صغيرة بالانخفاض تبع السيل. بهذاك الوقت كان النيل أكثر إشي اللي هو كان يجيب علينا كل الأسماك اللي موجودة من شقة الجنوب للشمال. بلش شوي شوي تخفيض السمك ينزل، لأنه صار كتير مراكب كتير صيادة، وبعدين صار في ممنوعات بالبحر كتير، كان يفقعوا بالبحر بدون يدوروا على غاز وما غاز. بعدين حطوا لنا ماسورة غاز كمان بالبحر كله من غزة لحديت حيفا. في أشياء اللي حصلت اللي هي كمان هذه منعت السمك يعدي للبر. هلا مع السنين كل الصيادة بتحتاج إنه الصيد عم بقل. إيش عملوا بالدولة؟ جربوا ينزلوا كل الرخص لتعاون الترولات المراكب هاي. لوين أخذوا؟ لكل العرب اللي هون. نحن نرى بأن عملية الصيد بشكل عام ضربت ضربة قاسية، وبالذات الصيادين العرب الذين لم يأخذوا حقوقهم الكاملة. يبدو أن تضييقات المؤسسة الإسرائيلية تطال البحر أيضاً. ها هم الصيادون يعانون من نقص في الميزانيات ومن تجاهل في تعويضهم في أوقات محلهم. أما الفلسطينيون فيواجهون أزمات مضاعفة جراء منعهم من امتلاك مراكب كبيرة وسحب رخص العمل منهم. وقفنا الصيد، مين بيعودنا؟ طبعا راح يقولوا احنا فيش عنا تعويضات، فيش كفاية مال لإلكم، فيش ميزانية، فيش كذا، فيش كذا كالعادة. وقت ما ممنوع الصيد فيش من يطلع علينا، وقت ما منعوز مساعدة من أجفة ضيق فيش من يطلع علينا، مش محسوبين ولا مبينين عندهم. بس احنا بنشعر كتعرفي خدمة عسكرية وكذا، طبعا هم بحق لهم اكثر اشياء منا. نحن نرى بان على إدارة الزراعة ان تعود الصيادين في الفترات التي تمنع فيها الصيد كما تعود المزارعين. فللأسف انه هناك شبه عدم انتباه لمشاكل الصيادين في البلاد، وخاصة الصيادين العرب. الصيادين العرب هم يعانون أولا من شحف الصيد، وثانيا في الأوقات التي لا يمكن التي ليست بإمكانهم الصيد فيها لم يعوضوا من قبل الدولة، من قبل إدارة الزراعة. وسط تجاهل السلطات الإسرائيلية وتقاعس دائرة الزراعة، لا يجد صيادو يافا سوى هذا البحر الواسع، رائحته التي اعتادوا عليها كل صباح وشباكهم في انتظار دائم.
استطعنا بعد نضال مرير أن نحصل على مخازن للصيادين والتي حصلنا عليها فقط بالسنوات الأخيرة أو بالسنة الأخيرة. هناك تضييق شبه كامل على الصيادين. مش فيش صيد، فيش رزقة، بروح على البيت معهمش مصاري. ثلاث أرباعهم هربوا وصاروا يشتغلوا برا. أول إشي يعني بحكي لك أولادي مصالحهم واقفة وغير صيادة واقفة وبيشتغلوا برا، بدهم يعيشوا أولادهم. بالفعل أسماء، مدينة يافا مدينة جميلة جداً وبحرها كمان جميل جداً، وإحنا بنتمنى إنه شباك الصيادين ترجع تملى بالأسماك. أكيد عصام، بس اللي أنا شفته كمان هناك إنه الصيادين بالرغم من كل التضييقات الموجودة إلا إنهم منتمين للبحر بطريقة مش معقولة. صعب الصبح يفيقوا ويروحوا على محل شغل تاني غير البحر، بس إسا صار موعد تقرير تاني. رغم إرغام العرب الدروز في الداخل على الخدمة في صفوف الجيش الإسرائيلي، إلا أن هناك حراكاً فاعلاً من أجل التصدي لهذه الخدمة. عن الموضوع دعونا نشاهد تقرير الزميل عدي عدوان.